شو بدي اقول لك لكام؟ بدي اقول لك انه انا نظام طائفي، استخدم كل ارهابيي الارض وطائفيي الارض ومجرمي الارض ليحموا نظامي الغير شرعي الغير ديمقراطي الذي قام على الارهاب وعلى اجهزه المخابرات والذي دمر سوريا اقتصادا ومجتمعا وحضاره. شو بدي اقول لك يا اخي؟ بدي اخترع له كذبه ارهاب ومدري شو وحلفاء والى الزعمره يلي بتسمع انت يا اخي، كذاب اخي الكريم. لكن تأكد وأقول لك بكل صراحة، العلاقات الروسية السورية أقوى من أن تكون هناك أي مجلة أو جريدة يمكن أن يكون كاتب له رؤية معينة، والعلاقات السورية الإيرانية أقوى مما يتصورها البعض.